Now it's amazing what doesn't exist in the real world. نحن صانعو الموسيقى المغامرون وحالمو الأحلام. نفس إلهامنا هو القلب النابض لهذا الجيل. نحن الشباب المحركون وأرواحنا حرة طليقة. نحن الباحثون عن التشويق المغامرة، أصحاب رؤية تجعلنا نختار من نكون. نحن أبناء هذه الألفية، قادة متابعون ومؤثرون خارجون عن المألوف. تحية منا لهذه الحياة بكل ألوانها ولهذه الرحلة المدهشة التي سنصنعها معا. انا بحمل هم المشوار ده كل يوم، مش عشان باجي المقر، من اول المقر كده لحد فوق. ايوه انا بحمل هم فوق ده، يا رب يكونوا ركبوا اسانسير النهارده. شويه صعب. تفتكر؟ ايوه لا 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 ما ركبوش اسانسير، خد نفس انترستلاكس اللي دي بس. لسه قدامي سكه سفر. طيب احنا كده طلعنا تقريبا دورين ولسه اربعه. بجد والله؟ يا ربنا معاك. لا لا لا، السلام يا جماعه، كملوا انتوا. وصلت. الحمد لله على السلامة، وصلنا يا جماعة. هلو. هيكل توينز من أكتر الشخصيات اللي عندهم طاقة قوية جدا. فاجئونا اليوم بستوري أو بمبادرة قرروا هن يعملوها، واللي هي إنه يخلوا كل الفان بيس تشترك معنا برحلة البحث عن محمد صلاح. عملتوا إيه في الامتحان؟ والله لا الحمد لله، امتحان النهاردة أدينا فيه عكس امتحان امبارح يعني. بس انتوا ولعتوا الدنيا على الانستجرام. ما احنا قلنا بقى ندخل الفانز معانا شوية، بدل ما احنا كده قاعدين بندور لوحدنا وداخلين على تلت رمضان ولسه ما لقيناش. التفاعلات عاملة ازاي؟ يمكن يبقى عندهم أفكار أحسن. هو فعلا في ناس بعتت لنا أفكار كتيرة جدا، هبقى هعرضها عليك. نزلنا ستوري للفانز إن هم أي حد يعرف أي حاجة عن صلاح يسهل لنا الموضوع عشان نعرف أسهل السكة منين، وفي نفس الوقت طلبنا منهم ان احنا الخير اللي بنعمله دايما في اول حلقه يعرضوا علينا افكار، وقلنا لهم انتوا اللي هتختاروا وانتوا شوفوا يمكن تطلعوا افكار احسن مننا. لكن اللي عجبتني اكتر ان هي دار الايتام، ان احنا نروح نساعد الاطفال وكده، بحيث ان احنا اصلا كنا بنعمل حاجه زي دي، فقررنا ان احنا نصور مع نفس الناس اللي احنا بنروح لهم كل مره. فانا متوقعه انه المرحله اللي جايه مع توينز والفولورز تبعولهم رح تكون عن جد كتير حلوه. انتوا عارفين ان رندا حتمشي خلاص صح؟ معقول الكلام ده؟ في حد يجي مصر كده وفي رمضان ويمشي؟ شفت؟ هو طبعا يعني اي حد بيطلع بره مصر اكيد هيرجع تاني، فاحنا مش زعلانين انها تسافر، بس برضو احنا مطمنين انها ترجع لنا تاني. رندا اول ما شفتها كانت عمليه جدا، فالموضوع اصلا انت لما تتعامل مع حد عملي قوي بتبقى متوتر شويه. كانت حد بيحب الشغل جدا وحد بيخاف على الشغل جدا، وكانت ملتزمه جدا في شغلها، بس بعد كده ابتدينا ناخد على بعض، ناخد المواضيع كناس قريبين لبعض شويه. يعني مبسوط جدا ان انا اتعرفت عليها بجد. احنا النهارده هنعمل لها سربرايز جامده جدا عشان كده كده ممكن نضيع الباسبور بتاعها عشان تفضل معانا. ممكن؟ ممكن لو سمحت. بدل ما نعمل سربرايز انا معاك. انت معايا في اي شر؟ هنعمل لها حاجه في الجنينه. هلا بننزل ونقرر نعمل مخطط كده ليا على رندا. اكيد. طيب قبل ما ننزل الجنينه حد ينزل يشوف الكلب تحت ولا لا؟ التيم طبعا اللي خلف الكاميرا بده يوجه كلمه لرندا، وده هيبقى فارق معانا جدا، بس اكيد هي عندها حاجات مهمه هناك. توحشينا يا رندا جدا، مش عارفين هنكمل البروجكت ازاي من غيرك. هتقبلك كتير، فربنا يكرمك كده وما تطوليش في بيروت قوي وترجع لنا على طول. ترجع لنا تاني، وهيدا اللوكيشن. عمور نعم، شو هتقولها لرندا؟ مين رندا؟ لا ان رندا فلت انت نسيتها خلاص. رندا فلت انا قفل. رندا 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 يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ معقوش بكون الاستاذه رندا الكبيره العظيمه نجمه البرنامج والسكه منين؟ رندا راحت فين؟ السكه منين؟ واحد اثنين. رندا راحت فين؟ واحد اثنين. رندا رايحة فين؟ واحد اثنين. رندا رايحة فين؟ اثنين. رندا رايحة فين؟ واحد اثنين.
رندا راحت فين؟ أنا عن جد بحبكم كثير. I love you. Thank you so much. أحلى رندا، أحلى رندا من بيروت. شكرا شكرا. يا الله أحلى مصر. أنتوا أم الدنيا. تحت مع الأستاذة وشفنا فيه. ما لحقتش أذاكر أي حاجة امبارح عشان مخلص تصوير الساعة 2 بالليل. يا جدعان أنا تقريبا كده صرت النهاردة. الله أكبر. ايه اللي فرح في السؤال؟ رئيس اوباما شاطب يور ناوس اوباما شاطب يور ناوس اوباما سي سي ياس سي سي ياس شاطب يور ناوس اوباما. كيف بدنا نعمل فيديو يجيب نفس الريتش تبع هالست؟ يعني هلا توينز عم يفكروا بالغنية، عم يفكر بكل شيء معقول نعمله، بس بدي فيديو يفرقع مثل هيدا، يعني وصل لاخر الدنيا وهي مهضومة كثير. ممكن نحاول نفكر في حاجة، يعني نحضر لحاجة. عايزة تلعبي لعبة جديدة؟ مش بلعب لعبة جديدة، انه التوينز هلا بلشوا مع الفان بيس تبعهم، بتصور لازم نعمل شيء نحن كمان نخلي العالم يعرف، بس بطريقة لذيذة عبر الانترنت. من جهتنا نحن كنا عم نعمل برين ستورمينج بالمكتب لنفكر بفيديوز، افكار فيديوز نقدر نصورها واللي ممكن ينعمل لها شير، ومن خلالها يعرف محمد صلاح انه في فريق عمل جاي من بيروت ليفتش عليه. فايرال فيديو يعني كأنك بتعمل زي قنبله بتنزل بتعمل زلزال اونلاين على السوشيال ميديا يعني. مش استاذ كوشي؟ ايه معك. مفكر مفكر مين في كاركتر مصري لذيذ نقدر نعمل معه هيك شيء؟ مين غير؟ ممكن برضو فيفي عبده. فيفي عبده بتجنن اصلا، محمد صلاح بحبه. لا 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 يا فرح، انت كنت حسيت ان انت ترتي او ما قلت فيفي عبده. طب انه كتير مهضومه. اوكي يعني انت فيفي بالنسبه لك خمسه مواه؟ خمسه مواه. خمسه هواريو نرجع نفكر فيها بعدين. انا بشتغل على الهدوء، قررت اسكت كل القعده ونعمل البوم مفاجاه. مو عنده التكنيك ان هو يقدر ما يبينش حاجه قدام فرح خالص، وهو فاهم شخصيه فرح جدا، فلما هنلعب اللعبه دي مع بعض ونفاجئ فرح هتبقى قنبلة يعني. الو استاذ شريف، ازي حضرتك؟ طب دي اخبار هايله، دي فرح هتتبسط جدا. جوسي عندي طلب بليز. كنا هلا عم نحكي بدي افكار لفايرال فيديوز، انه مين ممكن يكون كاركترز لذيذين فرقعوا الدنيا، اوكي، او عندهم بوتنشل. بتذكر هيدي الست تبع شات اب يور ماوس اوباما؟ اكيد. بدي حدا هيك من هالستايل، يعني ما بعرف مين. انا بحب تبع حاجات منتل. حاجات المنتل. لا بدنا حدا اكبر. بدي افكر فيها صراحه. ليكيب هاو اباوت شي في عبده مثلا؟ اي واي نوت، نعطينا بس شويه وقت لاعمل شويه ريسيرش واولتهم. مو الست منى البحيري بتاعت اللي كانت عامله السبيتش عن اوباما اين معانا النهارده؟ خلاص هنعملها الفرح زي مفاجاه. ايوه ما من الا جايبين منى. هي فرح معجبه جدا بمنى البحيري من زمان. ما هو كرمال هيك ما من الا. انا شايفها يعني هعوضها بقى عن المقاولين شويه، اخش عليها بمنى البحيري يعني. مين كنت حاسس قد ايه فرح ان هي هتبقى متحمسه جدا ان هي تقابلها؟ حسيت ان فرح بتراهن على حاجه فيها. انا كنت عايز اعرف الرهان ده هيروح بينا لفين، فابتدينا نحضر ونعمل تليفونات، بس وصلنا لها في الاخر والنتيجه هنشوفها. انا كتير مبسوطه فيكم باي ذا واي والله. انا بحس بالندم بس انه شو بعرفني، يمكن ما بتلاقينا الا واصل. انا حاسه رح اطلبك خاصه هلا مع رندا ما حتكون مرحله سهله، بس كمان عندي شيء اللي كيه قريبا رح نلعب ماتش مع اصحابه بنادي المقاولين، فياريتك فيك تجي قبل الماتش بس تكتمل الفريق. ايه انا بجي بلعب لكم جول كيبر. يمكن ما تلاقونا الا واصله. هو نوز ايه ما تعملي لي مفاجآت، قلبي ما بقى يتحمل. دلوقتي وصلنا للامتحان ومعلوماتي عن الماده دي تقريبا كل اللي ذاكرته عن الماده دي الاغنيه اللي كنت قاعد بكتبها. لا يخش يكتبه. المهم يا جماعه بجد عشان مش لاقيين وقت، بقالنا كام يوم في الامتحانات بتاعتنا دي لا لاقيين وقت نصور برنامج ولا نذاكر، فبنكتب الاغنيه بس. فيا جماعه ذاكرنا كده مذاكره كده خفيفه، فده قلنا دعوه حلوه ان احنا ننجح، وعشان كمان ما بنعملش الخير في البرنامج بقالنا يومين، فاحنا دلوقتي هنبعت لكم طريقه على الانستجرام تعملوها، وهننزل كل الستوريز دي بعد ما تعملنا فيها منشن هننزلها عندنا على الانستجرام، ودعوا لنا وانتم بتعملوها ان احنا نلاقي محمد صلاح وان احنا ننجح في الامتحان النهارده. ودعوا لي ان انا ما اشيلش الماده دي عشان الماده دي تقيله،
وعشان ظهري وجعني. لا ده كفايه كده يا جدعان، ده كده سقط خلاص. انتوا عندكم في لبنان ملوك الحلويات الشرقيه يعني. بس انا بعرف الحلويات هون سوبر طيبه. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. الراجل ده ضيف من لبنان اسمه محمد، وعايز ادوق بقى الكنافه المصري والحلويات الشرقيه المصري، عشان هو بيقول لي في لبنان يعني ان هم اقوى ناس في الحلويات الشرقيه. لا يعلى الكنافه بتاعت مصر. انا عايزك تعمل لنا طبق كده ايه على ذوقك، 2 كيلو بس على ذوقك انت. تسلم. ماشي. عامه الحلويات الشرقيه بشكل عام هي اكتر حاجه بتتاكل في رمضان، بس الكنافه يعني من الاساسيات يعني. دي بسبوسه فستق بندق، دي بقى دي كنافه اساور، دي كنافه برما، ده جلاس ساده، ودي القطايف بتاعت رمضان، محشيه مكسرات، سمنه البلد زياده. شكرا جدا. صوم طيبين. نخش على اللي بعده بقى. نخش على الزينه بقى. حلو بالحلو. هديه مني ليك. يلا. قررنا ان احنا ننزل الشارع المصري ونبتدي نعمل سيت اب رمضاني بزينه رمضان بحلويات شرقيه، ونخش في اجواء زي اكنك في مصر عازم ضيف جاي لك عندك في البيت. بص فانوس صلاح برضو هنا. السحير هي العربيه اللي تعمل فيها السحور دي. عربيه الفول، وده فانوس صلاح. ايه الحاجات الحلوه دي؟ بص هنا بقى في الشخصيات اللي هي بتاعت رمضان، بوجي وعم شكشك، ودي طمطم بتهيألي، دي ابله فاهيتا برضو. طب عايزين زينه حلوه بقى، ممكن نبص فين الزينه؟ تالي الزينه هنا مو. بص تعالى بص، ممكن المفرش للطاوله يعني. عايزين تشكيله حلوه كده. اوكي بص، وفي ده الفانوس النحاس برضو هناخد منه، بس تدينا اسعار كويسه بقى. خلاص تمام. خلاص كده. خلاص كده اخترت كل حاجه اللي انت عايزها ولا انا اللي اخترت؟ ما خلاص. اذا بدنا نقابل مدام بحيري بدنا نكون ب سبيريت مدام بحيري. شي هلا نروح نبيح شوي بالجاردن في الجنينة. سيد ما تركنا ارتاح. اديتنج بكره تسليم حلقة. اهلا موجود الفقرة الأولانية خالص اللي احنا كنا عاملينها اللي هي بتاعت التوينز. بتاعت التوينز ماشي، صار له ساعة بده يخلص. شفت رندا بواب؟ شفتها اليوم الصبح بالأوتيل. قبل ما نمشي عم تحضر حالها؟ عم تحضر حالها. شو عاملين هون؟ شي هيك الصبح زينا هيك شوي هيك على الخفيف يعني. على الخفيف ما في شيء والله. شو عاملين هون؟ على الخفيف هيك زهقنا بعد الظهر قلنا منزين زينة رمضان، حسس أجواء رمضان. أنا ليه حاسة إنه في لا